السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حاب أخبركم إنه الفيديوهات القادمة مهمة جدا بالنسبة للمبتدئين، وحابب إنه الجميع أو جميع المبتدئين يتابعوا هاي الفيديوهات حتى يحصلوا على الفائدة منها. وكمان بحب أخبركم اللي بحب يشترك معنا ويحمل الفيديو كامل، لأنه أنا رح يكون هنا في شروحات ما رح أحملها بشكل طويل في هاي القناة الرئيسية، رح يكون التحميل الطويل في القناة الثانية اللي هي اسمها مشغل جلال فيديوهات كاملة، رح تلاقوا الرابط أسفل الفيديو. واللي بحب يتابعنا على الفيسبوك على صفحة مشغل جلال حسن أبو عبد الرحمن، وعلى جروب مشغل جلال الكهربائي على أساس يكون التواصل بيننا أسهل وأسرع. وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، وإن شاء الله ننتقل إلى الفيديو التالي. يعني بالتسلسل إن شاء الله بالفيديوهات، طبعا أنا ما رح أعمل سلسلة مباشرة وراء بعض يعني في هذا الموضوع، لكن رح أجمعهم في قائمة تشغيل بلاي ليست واحدة إن شاء الله، فعشان اللي بيحب يرجع لهذا الموضوع يلاقيه موجود كله في مكان واحد. طيب احنا بدنا نتكلم اليوم عن تقريبا يعني القدرات الصغيرة أو الترمبات اللي معروفة بتيجي كثير عندنا وبنشوفها كثير، اللي هي نص حصان، ثلاث ارباع حصان، حصان مثلا. يعني هذا المحرك اللي عندي تقريبا حصان، هو صيني تقريبا حصان، يعني فكيت انا اسلاكه، طبعا طالع منه اربع اسلاك، طبعا ملفوف لقيته للتشغيل. طبعا هو في البداية قطبين زي ما انتم عارفين، قطبين سريع، الترمبات كلها قطبين تقريبا سريع، 24 مجرى، خطوته 6 8 10 12 والتقويم خطوته 10 12. التشغيل وجدته ملفوف بسلكين، يعني مجوز ملفوف، مجوز لو تلاحظوا ملفوف هيو سلكين، والتقويم طبعا ملفوف بسلك واحد. طبعا احنا زي ما حكينا دائما بالفيديوهات بنلاحظ السلك اللي خارج للكهرباء برا، بنشوف احنا شو عليه مع كورونا او طالع من اي مجموعة، فبنلاقي هون طالع من مجموعة واحدة، مجموعة التشغيل واحدة، السلكين المجوز يعني اثنين طالعات من مجموعة واحدة. شو بنفهم هيك؟ بنفهم انه التوصيل توالي، التوصيل توالي، وبما انه سلكين طالعات من نفس المجموعة اذا اللف مجوز، يعني اللف ماشي ببكرتين. طيب الآن أنا بدي أنا أستعمل المهارة الفنية اللي هي التوصيل التوازي في هذا المحرك. فالآن هذا المحرك أنا بعده وبقيس سلكه، مثلا أنا لقيت عدده 50 لفة، 50 لفة لقيته مثلا ملفوف بسلكين 5 دزيم، بسلكين 5 دزيم، ساعتها أنا بلفه بسلك واحد مفرد 5 دزيم وبضاعف العدد، بعمله بدل 50 لفة بعمله 100 لفة وبوصله توازي اللي هو نهاية في بداية مع بعض على سلك لبرا. يعني بدال هذول السلكين المجوزات طالعات من سلك من مجموعة واحدة، بطلعهم من مجموعتين، كل سلك من مجموعة نهاية وبداية مع بعض بطلعهم وبلحمهم على سلك الخارج للكهرباء. طبعا والتقويم زي ما هو ملفوف بسلك واحد، بلفه بسلك واحد وتوصيله توالي، لأنه زي ما حكينا كمان هذا السلك طالع من مجموعة واحدة إذا توالي، فبلفه توالي زي ما هو. إذا أنا بقدر أحول هذا بما إنه توالي، يعني الأصل إذا بدنا نستخدم التوازي لازم يكون بالأصل هو المحرك توالي. فإذا كان المحرك توصيله توالي بالأصل، بقدر أنا أحوله لتوازي، بضاعف العدد وبحط نصف مساحة السلك، بحط نصف مساحة السلك. ركزوا معاي إخواني، مش نصف القطر، يعني مش سلك 7 بحطه سلك 3.5، لا، بحط نصف مساحة السلك، بحسب مساحة السلك قديش الكلية للسلكين، وبشوف نص المساحة تبعتهم قديش، وبشوف السلك اللي بيساوي هاي المساحة المقطع وبشتغل فيه. تمام، خلوني بس أنا أورجيكم كيف برسمها، توصيلة بالرسم أحسن وأفضل، خليكم معي. طبعا أنا فكيت المحرك، فكيت الأسلاك وقستهم طبعا،
لكن انا يعني بدي اعطيكم النصيحه اللي بحكي لكم عنها دائما، انه نقيس الاسلاك بعد ما نحرق السلك. يعني ما نقيس السلك بالعازل، ما نقيس السلك بالعازل، لا نحرقه تيصير احمر، وبعدين ننظفه ما يذوب طبعا، بعدين ننظفه هيك بايدنا شيء بسيط يعني، وبعدين نقيسه على اساس انه القياس المكتوب على البكره هو بدون عازل، فاحنا لازم نقيس بدون عازل على اساس يطلع معنا القياس صحيح. طبعا انا لقيت القياس، طبعا فكيت المحرك، انا هذا هو المحرك، فكيته عديته ونظفته وبدي اعمل له ورق هيني. طبعا انا عديته التقويم 90 لفة سلك 6، 90 لفة سلك 6، والتشغيل 86 على 2 يعني 40، 43 جوز، 43 جوز بسلك 6 مجوز، سلك 6 مجوز يعني التشغيل بسلك 6 مجوز والتقويم بسلك 6 مفرد. الآن 46 جوز عندي أنا، العدد 46 لفة، بضاعف العدد بعمله 86 لفة بسلك واحد مفرد 6، بوصله توازي، بوصله توازي نهائي في بداية لهذه المحركات اللي هي قطبين المحركات السريعة. طيب خلوني بس أجيب الدفتر وأرجع لكم. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.